أما الآن مشاهدينا فمع أخبار المال والأعمال وفاطمة خليل. أهلا بك فاطمة. أهلا بك سحر ناجي. أهلا بك رغدة أبو ليلى. وأهلا بك مشاهدينا وجولة اقتصادية جديدة. تفقد رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع شركة قناة السويس للاستزراع المائي، يرافقه عدد من قيادات الهيئة والشركة لمتابعة سير العمل والوقوف على مستجدات أعمال التطوير بالشركة. وأكد رئيس هيئة قناة السويس أهمية العمل على تعظيم الاستفادة من المزارع السمكية وزيادة كميات الإنتاج المستزرعة، مشيرا إلى أن شركة قناة السويس للاستزراع المائي تستهدف وصول إجمالي الإنتاج لنهاية العام الجاري إلى 160 طن من الجمبري. عقد وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا عددا من اللقاءات والاجتماعات بمقر هيئة الثروة المعدنية في إطار متابعته لجهود تطوير قطاع التعدين وخطط برنامج تطويره وتحديثه لزيادة مساهمته في الدخل القومي. واستمع وزير البترول لمناقشة الدراسة التقييمية التي تم إعدادها لإنشاء مركز خدمات التعدين والذهب في الصحراء الشرقية والتي مولها البنك الدولي وتم إعدادها بالتعاون مع مكتب استشاري عالمي. كما عقد الوزير اجتماعا لاستعراض التقرير التفصيلي عن أعمال اللجنة الفنية لتأكيد احتياطي الفوسفات بمشاركة عدد من كبرى شركات إنتاج الفوسفات. أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي أن لبنان سيطبق سعر صرف رسمي جديد يبلغ 15 ألف ليرة للدولار تدريجيا مع استثناءات أولوية من بينها قروض الإسكان والقروض الشخصية التي ستستمر على السعر الرسمي القديم. ويعد توحيد سعر الصرف أحد المطالب المنصوص عليها في مسودة اتفاقية بين لبنان وصندوق النقد الدولي. صعد اليورو والجنيه الاسترليني إلى أعلى مستوى خلال أسبوع بدعم من خطوات نفذها بنك إنجلترا لطمأنة الأسواق. هذا ولمس الاسترليني نحو دولار و12 سنت في المعاملات الأسيوية مقتربا من تعويض كافة خسائر الجلسة السابقة. وسجل اليورو زيادة بنحو 0.2% مقابل الدولار ليجرى تداوله مقابل 98 سنتا من الدولار. في أسواق المعادن النفيسة حيث تقترب أسعار الذهب التي صعدت اليوم مع هبوط الدولار من تسجيل أسوأ هبوط ربع سنوي منذ مارس العام الماضي مع تمسك البنوك المركزية على مستوى العالم بالسياسات النقدية المتشددة. ارتفع الذهب 0.3% إلى 1665 دولار و99 سنت للأوقية. محليا سجل عيار الذهب 18 نحو 967 جنيه، أما بالنسبة لعيار 21 فسجل نحو 1127 جنيه وهو الأكثر مبيعا. بالنسبة لعيار 24 سجل نحو 1288 جنيه، أما بالنسبة للسعر الجنيه الذهب وصل سعره إلى 9016 جنيه. في أسواق البترول العالمية تتجه أسعار النفط لتحقيق أول مكاسب أسبوعية لها في 5 أسابيع مدعومة بتراجع الدولار الأمريكي واحتمال موافقة مجموعة أوبك بلس على خفض إنتاج الخام. ارتفع خام برنت بنسبة 1.7% إلى 89 دولار و44 سنت للبرميل، كما ارتفع خام غرب تكساس الأمريكي 89% إلى 81 دولار و95 سنت للبرميل. انخفضت أسعار المازوت عالميا بنسبة 1.71% لتصل إلى 3.23 دولار سنت للتر، بينما ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 1.73% لتسجل نحو 6.99 دولار سنت لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.
فتحت المؤشرات الرئيسية في بورصة وول ستريت على انخفاض، حيث أدى التضخم الأساسي المرن في أغسطس إلى إثارة المخاوف من زيادة أسعار الفائدة، مما أدى إلى حدوث انتعاش في الإنفاق الاستهلاكي. تراجع المؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 35%، امتدت الانخفاضات إلى مؤشر ستاندرد أند بورز 500 بنسبة 19%، كذلك انخفض مؤشر ناسداك المركب 37%. مشاهدينا، نهاية هذه الجولة الاقتصادية.